والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مساء الفل والهنا والسعاده على عيونكم. يا ريت لو انت اول مره تشوفي قناتي يا ريت تدعميني باشتراك ولايك حلو كده. والله النهارده انا قمت، يعني انا اول ما بقوم من النوم بمسك الموبايل بشوف ايه الجديد وايه القديم، فقمت على كذا فيديو كده هو بصراحه ما عجبنيش، استفزني بجد على الصبح. بالنسبه لقناه زي داوود، قناه محترمه جدا جدا ومحتواها كويس، وهي واختها كويسين جدا جدا. فلقيت كذا قناه كده هو بدون ذكر اسماء يعني طلع بتتكلم عنهم وكلام مستفز بجد. انت ولا تعرفي ايه اللي بينها وبين اختها، ولا تعرفي ايه اللي حصل ان هي تحذف القناه، او القناه اتحذفت لوحدها، او اليوتيوب حذفها، الله اعلم اتحذفت عن طريق ايه. انت طبعا ما تعرفيش ايه اللي جواه. طبعا كل جوه بيت فيه بيبقى اسرار، فيه بتبقى مشاكل، فيه بتبقى حاجات ممكن انت مش لازم تعرفيها. فقلت ان هي واختها، انت كده ممكن اختها، يعني الكلام امر من السحر. ممكن هي اختها تسمع الفيديو اللي انت بتقوليه كده هوت عنها، ممكن تشيليهم من بعض. انا دخلت وما كنتش عارفه ايه الفيديوهات اللي اتحطت وايه اللي اتشالت وايه القنوات اللي اتحذفت، فانا فهمت الموضوع. اتفرجت على 3 فيديوهات لزهية داوود، فيديو بتاعها هي واختها وابن اختها، هما الثلاثه قاعدين جنب بعض، فدول لو زعلانين مش هيقعدوا القعده دي. وبعدين ابن اختها بنفسه هو اللي قال انا يعني امي مش متهيئه ان هي تعمل قناه، وابن زهية داوود طبعا داخل كليه. هما ممكن يكونوا، انت ممكن بتبداي في مشوار وبتتراجع عنه بعد فتره، فممكن هما يكون حصل معاهم نفس الظروف دي. واتفرجت على فيديو طبعا مامتها حزينه جدا جدا اللي بيحصل بينها وبين عيالها، دول اخوات مع بعض. انت اللي طلعتي الفيديو ده عشان تعملي شو او تشيري مثلا الفيديو بتاعك، انت ما تعرفيش ايه اسرارهم. يعني داخل كل بيت لازم يكون في سر انت ما تعرفوش، انت بعيد، انت بتشوفي فيديوهات، بتشوفي قنوات الكلام ده، بس ما بتعرفيش ايه اللي جواهم. بجد الفيديو يعني اتفرجت على كذا فيديو لكذا قناه مستفز بجد. اختها ممكن تكون ما فيش حاجه بينها وبين زاهيه اللي هي حميه، ما فيش حاجه بينها وبين زاهيه. تسمع الفيديو اللي انت حطاه، الكلام امر من السحر زي ما بيقولوا، والشيطان ممكن يلعب دوره في وقت زي ده. ممكن تشيل من اختها في حاجه طبعا هي ملاش اساس. مامتها بجد انا اتفرجت على الفيديو اكتر من 25 دقيقه ومامتها حزينه جدا جدا. بجد حاجه تزعل، ان انت مش فاهمه حاجه، انت مش فاهمه حاجه. يعني بدأت القناة والقناة كبرت بسرعة، يعني مسافة كام يوم القناة كبرت. هي ممكن دمها خفيف، ممكن الناس حباها، بس في حاجة يعني خلتهم رجعوا في كلامهم، يعني رجعوا اللي هم يكملوا. ممكن ظروف شخصية، حاجة حصلت مثلا، حمية جوزها رفض ان هي تكمل، ابن اختها دخل الكلية، فممكن حصلت حاجات. فاحنا ما نعرفوش ايه اللي حصل بينهم وبين بعض، فمش نعمل بقى نطلع اسرار بعضنا. احنا عاملين قنوات عشان خاطر كل واحده تطلع يعني الحلو اللي عندها، تقوله وصفه مثلا، منتج مشترياه. يعني احنا نعتبر قدوه، يعني العالم كله بيتفرج علينا، فلازم نكون في احترام بيننا وبين بعض، ما نطلعش اسرار بعض، ما نتكلمش على بعض، ما نخدش في اعراض بعض، فما ينفعش كده، حرام. يعني ازاي انا احط دماغي على المخده وانا متكلمه على واحده، والواحده دي انا ما اعرفش عنها حاجه خالص، ولا اعرف ايه المشكله اللي عندها، ولا اعرف ايه اللي بينها وبين اختها. انا مجرد اللي انا بس ايه يعني خدت لقطات كده هو وطلعت عشان اتكلم عشان الفيديو بتاعي يشتهر. فليه انا حاجه مش فاهمه فيها انا ما اتكلمش؟ يعني سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال لك في كتابه يا تاكل خير او تصمت، يعني لا تقول حاجه كويسه، ما عندكش حاجه كويسه ما تتكلمش خالص. فليه كده احنا يعني انت ممكن انت وغيرك وغيرك انت عايزه تشيري الفيديو بتاعك؟ انا ممكن عقلي صغير اسمع اشيل من اختي، طيب ليه انا كده عملت فتنه؟ يعني حاجه صغيره احنا كبرناها، طب ليه؟ ما كل واحد حر. انا لو عايزه اسحب قناتي اسحبها، لو عايزه اوقف شغلها اوقفه، كل واحد حر.
هتطلعي بقى وتقولي وقفت شغل البيت السعيد مع حنان عشان خاطر مثلا كذا كذا، لا دي حريه شخصيه. فيا ريت كده نرجع لصوابنا وما نتكلمش على بعض وما نخدش في بعض، لاني بجد كده حرام، حرام عليا ان انا انام على المخده وانا متكلمه على واحده وما اعرفش ايه اللي يعني ما اعرفش السر اللي انا بحت بيه. طيب ليه هي زاهيه بنفسها طلعت وقالت دي حاجه شخصيه بيني وبين اختي، فانتي ليه تتكلمي عنها؟ ويلم مشاهدات، اعملي محتوى كويس، قدمي فيديو كويس، انصحي نصايح كويسه، مش نتكلموا على بعض. يعني احنا العالم كله زي ما بنقول كده بيتفرج علينا، فلازم نقدمه محتوى كويس. ما اطلعش انا عشان اطلع مثلا الفيديو بتاعي اروح اتكلم على قناه، لا ما ينفعش كده، يعني مش المصريين اللي يعملوا كده، حرام وعيب وقبل كل حاجه حرام، يعني ربنا ما يرضاش بالظلم. انتي انا اتفرجت على حوالي 4 5 فيديوهات كلهم بيتكلموا على نفس الموضوع، كلهم بيقولوا نفس الكلام، فانا بجد زعلت. ليه؟ انا اشوف حاجه افكر فيها، يعني اخدم بيها حد، اقدم محتوى حد مش فاهمه يفهمه مني، مش نطلع نتكلموا على بعض. يعني ما وصلتش لكده بجد، انا يعني بجد مستفزه، استفزت جدا جدا من المشوار اللي حصل ده، ما كنتش فاهماه ودخلت واتفرجت على كام فيديو. يعني الاختين قاعدين جنب بعض ومع ذلك الفيديو دوت من حوالي 3 ايام او 4 ايام، ومع ذلك عملتوا فيديوهات برضو طلعتوا بتتكلموا عليه، فبجد يعني حاجه مسيئه جدا جدا. القنوات المحترمة الجميلة اللي بنقدمه محتوى كويس دخلتوا يعني يعتبر دي فتنة بين الأختين، انتوا بتوقعوا بينهم وبين بعض. حطي نفسك مكان الأم، أنا حسيت بأمهم وهي بتتكلم قلبها من جوه بيعيط، قلبها حزين على يعني عيالها سوى جيران أو مشاهدين بيوقعوا بينهم وبين بعض، دي تسخن من هنا مثلا ودي تسخن من هنا. انتي حطي نفسك مكان الأم دي اللي بتتكلم بحزن وحرقه وحاسه الدموع في عينيها، انت عندك عيلين، حطي نفسك مكان امهم ان حد بيوقع بين عيالك، انت هيبقى موقفك ايه ساعتها؟ يعني هتحسي بالوجيعه اللي امهم حاسه بيها. انا دخلت بصراحه عشان يعني احط تعليق لزاهيه، لقيتها قافله الكومنتات، فحوالي 3 فيديوهات او 4 فيديوهات متهيألي قافله الكومنتات. ليه؟ فانت عندك كلمه كويسه قوليها، ما عندكيش كلمه كويسه ما تقولهاش، فلتكن خير او تصمت. انا عندي حاجه حلوه هقولها، ما عنديش يعني مش هتكلم خلاص. فيا ريت كده اهوت زي ما قلت لكم احنا العالم كله بيشوفنا، وفي قنوات كتير قوي قوي بتطلع تشتم في بعض. ليه؟ يعني احنا في مجال واحد، احنا زي ما بيقولوا في مركب واحده، لو في قناه سيئه هتسوق لبقيه القنوات، هيقولوا مثلا في البلد الفلانيه في قناه مش عارفه ايه بتطلع تشتم وتغلط والقناه دي مش محترمه. فليه يعني احنا بدون ذكر اسماء، لا احنا يعني عايزين نغير الاسلوب ده خالص. فيا ريت كل قناه كده عملت فيديو عن الموضوع ده عشان تعمل شغل الفيديو بتاعها ويتشهر مثلا او يجيب مشاهدات، ماشي جاب مشاهدات، بس يعني انت مش فرحانه بالمشاهدات ما تفرحيش. انا واحده من الناس اتفرجت على الفيديوهات دي وزعلت جدا، الفيديو ما عجبنيش لان انا مش فاهمه حاجه وطالع عماله اتكلم كده واتشح في الناس، زي ما بيقولوا ايه بطبل مع اللي بيطبلوا. فليه انا شفت واحده عامله فيديو مش كويس ولما مشاهدات اطلع انا واعمل نفس الفيديو بنفس الكلام عشان يعمل لي مشاهدات عاليه؟ لا ده حرام، ربنا بجد ما قالش كده. فيا ريت يا صاحبة القناة المحترمة، هي كذا قناة، يا ريت تطلعي وتتأسفي كده وتعملي فيديو وتقولي يعني أنا آسفة اللي أنا طلعت الفيديو ده، أنا ما كنتش فاهمة الموضوع. أنت كده ممكن يعني تشحني الفتنة، يعني شحنتيهم بينهم وبين بعض، فربنا يهدي الحال وما يدخلش بينهم حاجة وحشة وما يدخلش بين حد حاجة وحشة. زي ما قلت لكم إحنا صحبات قنوات محترمة، فلازم نقدمه محتوى محترم، ما اطلعش انا اتكلم على حد عشان اشر الفيديو بتاعي. انا يعني بجد مسيئه طول النهار،
والام ام زاهيه وام حميه، يعني انا زعلت جدا جدا من الكلام اللي هي قالته، مش زعلت من الكلام، يعني انا زعلانه لان انتوا وصلتوها ان بتعملوا فتنه بينها بين عيالها وبين بعض. فيا ريت كده نرجع لصوابنا ونطلع ونتاسف لهم يا جماعه، مش احنا اللي نعمل في بعض كده، احنا طيبين ومحترمين وبنخاف على بعض، ما نعملش كده. يا ريت الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه، والى اللقاء في الفيديو القادم مع الف مليون سلامه.